سأبدأ من الخرطوم مع السيد طاهر المعتصم. لا أعلم إذا كنت قد استمعت إلى حديث الناطق باسم الجيش السوداني قبل لحظات معنا، وهو يتحدث عن أن الأمور أقرب إلى الحسم، وأن القوات المسلحة تقريبا أحكمت سيطرتها على الأهداف الأساسية في أغلب المدن والولايات السودانية. أستاذ طاهر، استمعت إلى حديث العقيد نبيل عبد الله الناطق الرسمي باسم الجيش، ابتداء تحياتي لك وللمشاهدين الكرام ولضيوفك الأكارم. أهلا وسهلا. الوضع الآن على الأرض هو تقدم كبير من قبل الجيش السوداني في مناطق متعددة في ولايات مختلفة في مناطق السودان. بعض جيوب الدعم السريع ما زالت تنشط هنا وهناك، ولكن في تقديري أن الجيش السوداني يستخدم استراتيجية النفس الطويل عبر إصابة مراكز الدعم السريع التي مغاره التي تتوفر فيها الإمداد، وبذلك يقوم بقطع الإمداد عن هذه القوات حتى لا تجد الذخيرة الكافية لتحارب بها. هذا الأمر يقلل التكلفة البشرية بصورة كبيرة، إذ أن ميدان المعركة الآن هو ميدان الخرطوم، وهو مجموعات سكنية كبيرة تعيش في هذه العاصمة ويعيشون في حالة قلق كبير. في هذه النقطة تحديدا، هو الرجل قال أن هناك استخدام من جانب ميليشيا الدعم السريع للأحياء السكنية كمناطق تموضع، وربما حتى استخدام بعض أشكال الأسلحة الثقيلة كمضادات الدبابات، صواريخ المضادة للدبابات. إلى أي مدى يبدو الأمر مقلقا بالنسبة للمواطنين المدنيين في العاصمة الخرطوم؟ الأمر مغلق جدا. هناك منطقة في منطقة مدينة الخرطوم بحري، أحد مدن العاصمة السودانية، أحد الأحياء حي حمد، هو حي قديم وشهير. المواطنين يتصلون منذ الصباح الباكر ويشتكون من أنهم يستخدمون كدروع بشرية، حتى ليس في نوعية الأسلحة التي تستخدم، بقدر ما أنهم محاطين بقوات الدعم السريع ويطالبون الجيش بأن يحسم هذه الأمور. ولكن الجيش دائما يبحث عن تقليل التكلفة البشرية. حرب المدن كما تعرف سيدي هي من أصعب الحروب لدى العسكريين.